موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. قال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس إن الاتحاد الإفريقي منحاز إلى حد ما لإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، وأكد عباس سعي السودان مقاضاة إثيوبيا والشركة الإيطالية المنفذة حال تم تعبئة سد النهضة للعام الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني، فيما أعلن مجلس الأمن الوطني الإثيوبي أنه سيقوم بالتعبئة الثانية لسد النهضة في موعدها المقرر رغم المؤامرات والضغوط. شكت حركة العدل والمساواة من تحديات حقيقية تواجه تنفيذ اتفاق سلام جوبا سيما في ملف الترتيبات الأمنية. شدد القيادي بالحركة توم حامد توتو على أهمية التوزيع العادل للثروة والمشروعات للتنمية بين السودان دون تمييز، لافتا إلى أن الحركة بدأت مرحلة جديدة لإنزال مشروعها العريض الذي ينادي بالعدالة والمساواة والفيدرالية. أمهلت مبادرة مفقود ولجنة أسر المفقودين مجلس الوزراء والنائب العام شهرا لتحقيق مطالبهم التي دفعوا بها في مذكرة. وتتمثل مطالب المبادرة ولجنة أسر المفقودين في إيجاد حل عاجل لقضية المفقودين والتحقيق العادل بجانب حصر جميع الجثامين المنتشرة والمتكدسة في مشارح البلاد المختلفة والكشف عن أسباب الوفاة. كشفت عضو تجمع الصيادلة الدكتورة سماهر المبارك عن أن تحرير سعر الدولار أدى لارتفاع متوسط سعر علاج الأمراض المزمنة للمريض الواحد. وقالت سماهر إن الحكومة لا تحترم المرضى السودانيين ويتجلى ذلك في تعاملهم مع قضاياها بطريقة تقلل من قيمتهم وتسترخص حياتهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.